احترام المرأة المصرية وتقدير دورها قديم قدم الحضارة المصرية حيث وصل هذا التقدير في عهد التاريخ القديم إلى درجة التقديس فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة في صورة امرأة وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم في تعظيم مكانتها المجتمع. عصر ذهبي غير مسبوق تعيشه المرأة المصرية شهد انطلاق خطوات تمكينها في كل مجالات الحياة بعد نضال طويل وبعد أن أثبتت أنها شريك أساسي وطرف رئيس في معادلة تقدم الوطن خطوات عملاقة دعمتها القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة المصرية ودورها المحوري على الصعيد السياسي. وها هي الارقام تكشف عن قفزات ضخمه في مجال تمكينها حتى وصل عدد نائبات مجلس الشيوخ 40 نائبه وفي مجلس النواب 162 نائبه فضلا عن ست وزيرات و66 قاضيه و677 مستشاره و37 نائبه لرئيس هيئه قضايا الدوله وهي ارقام تمثل علامات فارقه في تاريخ مصر الحديث وعلى الصعيد الاجتماعي وصلت المراه لمرحله غير مسبوقة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات فكان لها أكبر نصيب من تلك البرامج إلى جانب صرف التأمينات الاجتماعية والمعاشات وعن تعزيز آليات تمكين المرأة في المجتمع فقد كانت التكلفات الرئاسية سببا للعديد من التشريعات المساندة للمرأة فأصدر مجلس النواب قانونا مستقلا لمنع الزواج المبكر وتم منع التمييز القائم على الجنس إلى جانب تعديل قانون المواريث الذي صار يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة وتغليظ عقوبه المتحرش وتفعيل مبادرات مناهضه العنف ضدها ولم تغفل القياده السياسيه دورها في الحفاظ على صحه المراه فاطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم صحتها كان ابرزها مئه مليون صحه ودعم صحه المراه والكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيرها لتصبح مكتسبات المراه في السنوات الاخيره من اهم الاشارات الملهمه ودليل بدايه قويه وسليمه للجمهوريه الجديده